شخصية رائدة في مجال التمثيل والكوميديا. فرحة في كل بيت، مسرحياتها كل سنة لازم نحضرها. ضحكتنا ما تفارقنا إذا شفنا أبو محمد. وسعيدين بتواجدك وتقبل الله طاعتك وينعاد عليك بالصحة والعافية. ورمضان نقول ما يحلى إلا بشوفتك عبر شاشة تلفزيون الكويت. ليش معصب؟ معصب ناطر الديباجة. انت قول ما عجبتك الديباجة؟ اول شيء انا دايما سؤال المغالب هذا. اول شيء انا مش رائد، انا فنان من هالفنانين الرواد كبار وتعلمنا منهم. انا من هالجيل اللي جيل ورا جيل توارث هالمهنة الجميلة. وكل عام بخير، مبارك عليكم الشهر، مشكور على هالمقدمة هذه. ورمضان ايضا حلو في تواجدكم، وان شاء الله ان نكون ضيوف خفاف عليكم. تقبل الله طاعتك ابو محمد. وايضا عندنا مخرج له اسم كبير في جميع الاعمال من خلال البرامج وايضا العديد والعديد من الاعمال اللي شفناها على شاشات تلفزيون وقنوات عربيه، ايضا الاستاذ والمخرج جابر الحربي. صراحه بالمقدمه حصلت قالت مدربني، قلت ما يصير. الله يسلمك. والله مدربني، والله مدربني مدربني. وانا كبرت وهو ما كبر ما شاء الله. فانا وايد متاثره من الموضوع. يعني بينا تنظلون انتم تحسدونا صغير. الله يسلمك. لا مشكورين على الاستضافه ومبارك عليكم الشهر، وانا سعيد بوجودي معاكم. وطبعا حصه مذيعه وشيخه المذيعات ومن هلال اعلى، ان شاء الله تستاهلين. لا ان شاء الله ثمرت تدريبك، طلعت بشيء زين اكيد. انت دائما كنت مميزه ولا زلتي وراح تكوني مميزه. دربني انا زين استاذ جابر، انت استاذ ومميز والله يوفقك. هذا جهراوي. لا بعدين انت الحين الحسد حق حصه عشان الهبيضه. انا عندي بعد شيخه المذيعات ايمان نجم. تحيه لها زميلتنا ايمان نجم، يعطيها الف عافيه. والله كلهم فيهم الخير والبركه. كلهم فيهم الخير والبركه. ابو محمد يمكن انا يعني متلفه من زمان اني اشوفك واقعد معك واسولف وياك، وادري الساعات ما راح توفي واللقاءات ادري تمر بسرعه، لكن امانه يمكن اول شيء اقول لك اياه انه صرت مثل ما نقول هرم مسرحي يقتدي في كل مسرح شباب عندهم طاقات وقوة، يحاولون عندهم محاولات ومبادرات جميلة أن يقتحمون عالم المسرح ويكون لهم استمراريتهم مثلك وشرواك. لكن ترد نقول أن المسرح يختلف عند طارق، ليش؟ والله الناس تشوف أول شيء هذه مثل ما قلت لك هذه عجلة، يعني جيل يجي ورا جيل، جيل ورا جيل، جيل ورا جيل، ومن حق الاجيال او الشباب انه مثل ما انا خذيت دوري وخذيت وقتي، ها؟ للحين ما خلص وقتي. بسم الله علي. بسم الله عليك، الله يعطيك الصحة. في شباب من حقهم يطلعون. مسرح طارق يمكن مميز، ومسرح طارق مثير للجدل. هذه مشكلة ومعضلة عند ناس وعقدة عند ناس. يمكن جوي انا مثير للجدل. اي لا، وفي علامات استفهام كبيره، شنو سر حب الناس لمسرح طارق؟ رغم ان بساطه ال يهاجموني يعني. طارق يقول وطارق يشيل وطارق مش عارف ايش، واحنا ما نخلي عيالنا. لكن الحمد لله انا دائما الامس الواقع. نعم. يعني اليوم انا هم ارد واقول احنا حتى في مسرحنا لنا قطات مثل الكبار، نجومنا الكبار اللي طول عمرهم واللي توفاه الله يرحمه ويغفر له. هذه قطات الكوميديا، القفشات، الاساليب الكوميديه، هذه موجوده في مسرح كوميدي. الدراما لها جو ثاني. الناس في بعضهم تخلط ايوه الكوميديا فيها الهزل، فيها السخريه، مو من بعض المسرح الساخر، القطات هذا. ايضا عندنا مواضيع بس في ناس في رسائل معينه توجهها من خلال المسرحيات. نعم. مشكله الناس على قولتهم انت لو تسوي 99 يعني 90 شغله 100 شغله 200 شغله حلوه يشوفون لك واحده قالك الحين طارق شو تكلمت على التطرف، تكلمت على الطائفيه، تكلمت على هذه، يكتبوا ثاني يوم طارق يتكلم. صارت الاحداث الاخيره وانا ارفع العقال لصاحب السمو امير البلاد اللي وعد الفتنه ابو ناصر الله يطول عمره وترحم على شهدائنا الابرار في الحادث الاخير اللي طلع ما يعني ما استفادوا شيء اللي سووه، بالعكس احنا نقول لهم مشكورين ان انتم وحدتونا اكثر. اليوم القائد الانساني الشيخ صباح الاحمد الله يطول عمره
ويسموني عهد الامين واهل الكويت كلنا تضافرنا الحمد لله وجبهه واحده. هذا اللي كنت اتكلم عنه في المسرح. هم بعضهم يقول لا انت تسخر. طيب انا قطعت لكن انا لي هدف ولي معنى اقوله في الفيلم. حلو دورك ابو محمد كفنان محبوب من شريحه كبيره من الشباب وايضا الكبار الكل واللي يحفظ صغار ان شاء الله عسى الله يحفظهم. دورك شو تقول بهذه الحادثه؟ شنو الرساله تقدمها للشباب اللي قاعد يتابعك الحين؟ احنا طبعا احنا رسائلنا واضحه يمكن نقدمها بشكل كوميدي، لكن اليوم سمو الامير اعطانا رساله اقوى من كل شيء. نعم اليوم لما يعرض نفسه للخطر واول مسؤول يجي ويدش الموقع هذه رساله احنا رسائلنا اليوم ايضا نوجهها ونوعي الناس. اليوم التطرف هذا والطائفيه واللي شنو جاي من وراها؟ نعم. ما وراها الا الفتنه وخراب. أكيد. شوفوا الدول اللي برا الحمد لله وتعلموا. لك الحمد لله. الحمد لله على النعم. الحمد لله ربي لك الحمد. اكيد. ديرتنا لو يسووا ما يسوون احنا اهل الكويت كويتيين. المخرج جابر الحربي متاثر بالموضوع. جايبين له شاي الضحى احنا. متاثر؟ طبعا نوجه تحيه. امانه استاذ جابر انت هم بعد تاثرت وكان لك اكيد رده فعل كونك انت يعني اعلامي قدير. مخرج اكيد في بعض القضايا تكاكف في بعض الشباب حصه الحين اكرمك الله ترى هذا تمر من شاي الضحايا هذا تسلم نقصه جايبينها لكم هذا جايبها الفنان ابو حمود طارق العلي لنا بالبرنامج كاهداء فنشكرك على كلامك ابو حمود وهذا مو غريب عليك. استاذ جابر قبل ما تقول كلمه في رساله من زملائنا محمد الكندري يوجه لك سلام والمعد من الامارات خالد الشمري يوجه لك سلام خاص والنعم والنعم راح المانيا راح المانيا ان شاء الله يوفقك. فجابر شنو موضوعك في او شنو الرساله تقدمها من خلال هذه الحادثه اللي ما طبعا الحمد لله على كل حال وطبعا اللي صار بالكويت مو شيء بسيط يعني فاجعه لكن مثل ما ذكر اخوي الفنان طارق العلي حكمه والدنا الشيخ صباح وسمو ولي العهد والحكومه اللي احنا تحت ظلها وتحت رعايتها يعني كان تصرف حكيم وكل اللي صار ان شاء الله هذا عباره عن فتنه وان شاء الله انطفت هالفتنه واللي صار واحد شعب الكويتي اكثر واحنا كلنا اخوان واهل ما في فرق بين اي كويتي والله يرحمهم جميعا اللي توفوا يتقبلوا شهدائنا نعم. تربطكم علاقه وما شاء الله وثيقه من زمان ومن سنين متفطر عنده اي والله الله لا يغير والد الله يحفظهم بيتك حبيبي اي الله لا يغير عليكم هالمحبه وتعاونتوا باعمال طلعت وايد ناجحه بشكل وايد حلو منها الكوميدي ومنها بعض الاعمال اللي نعم. تعودنا عليها برمضان يعني طلعتوا باعمال ناجحه لكن في فتره من فتره يعني ابتعدتوا في فتره من الفترات يعني الله لا يجيب الزعل ان شاء الله ودوم نعم. علاقه بس ليش ابتعدتوا شوي عن بعض؟ احنا ما ابتعدنا جابر ايضا التزم في قناه فضائيه وخذت وقته كله الامانه وبالعكس جابر متواصلين معاه يمكن ساعات احنا يكون ربع بس يصير شلونك مع جابر بالشغل تسمع كلامه؟ اي والله عصبي لا يغرك شفتي هذا الانسان الوديع؟ عصبي؟ شنو؟ صح؟ يا بس كل هذا احنا ولد ما كان يعصب عليك لا لا بس نركض وراه بس منو اللي عرف له؟ زيونا بنته اي الله يخليها له ان شاء الله ندق على بنته يس بابي بابي قلت له من جبره وينك من زمان بابي ها؟ اي والله لا لا عصب بعدين انسان بروفيشنال شكرا يحافظ على شغله امين في شغله ما يكروج اي لا اي مو هذا كان يذبحني طبعا اشتغلتوا معاه انه ما يسلق لا 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 وين بعدين يعني احنا ساعات نقول له جابر خلاص الوقت طول خلينا نمشي جابنا يومين نصور بروفات هذا وسع صدرك طبعا احنا بفضل الله يعني يمكن هذا الموضوع من اوائل الناس اللي اشتغل مواضيع نفس سيلفي نهني اخوي ناصر الغصبي على نجاحه لكن احنا هالمواضيع ايضا طرحناها باربع اجزاء توسع صدرك طول بالك قرمش فايضا اليوم اخونا ناصر نهنيه اي والله الله يجزاه خير على هالنجاح ان شاء الله اتمنى والله يحفظه معهود من الشر فجابر عصبي حلو أي. عصبي 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 وفي بعد نقطة يمكن أنا بحب أنوه عليها إن إحنا عايشين عشان إن نشتغل ويصير عندنا جزء من حياتنا يعني هو إذا اشتغل عمل يكرس حياته ووقته وجهده لهذا العمل يعني هذه نقطة بأمانة أنا أحس إنه يصير مخه ما فيه إلا هذا العمل وإنجازه مشكلته ما لقى تقدير
لا مني ولا مني، عاد انتم فهموا لا مني ولا مني، عاد هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني بأسرار. حلو. لا لو في ناس تجتهد في العمل ويحز بخاطره انه ما يلقى تقدير يعني يهمش زين، بس هذا الشاطر اللي ما تعرفون عنه ما قعد على الاخراج بس، طيران ما شاء الله، كابتن طيار. اي طيران ايش؟ لا رحنا للبيت قاعد يم جهاز، يلا بسوي طيار طارق، وين قال مينون صاحي والله، وقعدنا عن جهاز وسوي جي، والله سقنا طيارات كثر وسبهم. نعم. في معلومه وايد حلوه الاستاذ جابر الحربي، انه راح يكون لك ان شاء الله عمل افتح يا سمسم، راح يكون في شهر 9 ان شاء الله، ان شاء الله في 14/9 اول يوم دوام رسمي دراسي راح يعرض العمل. بس يقولون انتاج وايد ضخم. انتاج ضخم اي نعم، انتاج ضخم عباره عن 28 حلقه. ليش ما شاركت ويا بالعمل؟ انتاج ضخم وكبير يعني. ما قال لك؟ تعال في ملسون، انا شخصية ملسون. اي والله ليش ما شاركت؟ اي والله شخصية ملسون. اذا في شخصيات جديدة معك بالمشاركة بالعمل، في اسماء مثلا؟ ما في اسماء ممثلين وفنانين، الكونسبت كله تغير يعني، في الشخصيات اللي تعودنا عليها نعمان، ملسون، جروجر اللي هو، بس الموبت اللي احنا نتكلم عن الدمى اكثر شيء الموبت. حلو. شخصيات كفنانين معنا شاب من السعوديه، فنان شاب صغير اول ظهور له، في معنا بنت من الامارات اول ظهور لها، والباقي كل الحلقات راح تكون عباره عن الدمى اللي احنا متعودين ان نشوفها، ان شاء الله بيكون شيء حلو. انزين احنا جو غير عن الاولين، اتوقع انه راح يصير في مقارنه اكيد. اي مو خايفين من هذه المقارنه، ان جيل نشا على افتح يا سمسم وصار تعليمي دراسة وكبير وما زلنا نتذكر تفاصيله، هل راح يكون في نفس المستوى بنفس ال احنا حاولنا يعني الموضوع هذا النفسي، هم خذوا الدراسة لأن فترة أكثر من 20 سنة ما في السمسم، احنا نسميه سمسم ستريت، كان واقف في الفترة هذه، بس هم سووا دراسة المواضيع اللي تطرح وتقدم راح تناسب الفئة العمرية، الجيل الجديد، الجيل الكمبيوتر نتكلم، جيل الآيباد، جيل الجديد، بالإضافة إلى البيسك التعليمي الـ ABC. ننطر أبو محمد يضغط البرنامج بأحد المسرحيات. لا لا احنا بالعكس، احنا هو أبدا في الطبيعة في تحكي إنجليزي ساعات، احنا نتورط. أبو زيو إيش قاعد تقول؟ قول نوم بالبداية، يقول إيش تبي يعني، وين روح مني ولا مني؟ قال اقعد مقالك من قالك. حلو. لا بالعكس احنا حتى احنا اليوم نشجع، نشجع اي شيء جديد. حلو. واليوم البرامج تطورت، اليوم الحين انتم قبل اوراق يحطون حق المذيعين، الحين حطوا لهم هذا الجهاز. اي ايباد. ها حلو. فبالعكس يمكن جابر راح يطلع، وانا اعرفه رجل ذكي ما شاء الله. شكرا يا ابو ترى هو اللي جايب لي السياره اسد. حلو الله. انا اعرف جابر اذا اشتغل. حلو. يعني حلو حلو ابو محمد، انا شرفني. حيزلزل الزلازل ان شاء الله، اتمنى اتمنى النجاح. انا شرفني اني اكون احد متابعين ابو محمد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الحين بسوي له انفولو. ايوه لا الانفولو هذا خالصين منه. بتسوي له انفولو؟ انفولو بسوي له انفولو. ايه لا هو مسرحيه عمل انفولو اللي بيسويها. لا انا عندنا مسرحيه كتاليف طبعا فاطمه العامر واخراج عبد الصفر، اسمها انفولو، اشراف استاذ عيسى العلوي انتاجه، وتتكلم عن الانستغرام وهذا والسناب والامور هذه، وشون الناس قاعد تستغل هذه على قولتهم التواصل الاجتماعي للشهره لحتى السب والشتم. يعني في شغلات يعني ما في شغلات زينه يعني، نصائح الشباب اللي ينصحون. نعم. يعني عندي واحد اسمه الله يذكره بالخير فهد بشاره من الشباب يعني. نعم. عنده السوالف ينصح، وفي ناس تجي عكس، خصوصا بعد انا اتكلم على الناس اللي تعلق الكومنتات هاي يسمونها. حلو. السب هذا، فاحنا هذه الشغلات قاعد اعلق عليها بالمسرحيه، انك توصل على ظهور الناس، انك تسب الناس، انك تهاجم الناس، انك تسوي روحك بالعريف، عرفت؟ في كل قضيه انت تجيش فيها وتتكلم وتغلط ليش؟ عرفت؟ نعم. وفي ناس لا والله مثل ما قلت لك جانب، يعني نتكلم عن الجانبين. نعم. زين ابو محمد انت بعد من الناس اللي ما شاء الله نشيطين بالانستغرام. اي وجابر كلش مو نشيط. صحيح. جابر مو ماخذ له سكه الانستغرام صح؟ لا انا احس ترى على فكره ما عندي انستغرام
ولا عندي تويتر. يعني انت كلش وايد مؤخر عن الموضوع. ولا اكاونت لي. هو احنا كممثلين يمكن اكثر من المخرجين او حتى يمكن من جانبكم. نعم. يعني كاللي نظهر على الشاشه سواء مسرح شويه الناس تبي تعرفنا اكثر. يعني جابر ترى خرج مع عالف المسرحيه وممثل زين بس اخذ الاخراج. لا فاحنا يمكن مطالبين باخبارنا حلو اكثر من غيرنا اكيد. يعني شك. على طاري السناب انا رحت شؤون حولي من يومي وطلعت في قناة من قنواتنا وتكلمت على موظفين ثلاثة مساكين قاعد يداومون أنت حافظ أساميهم أبو عبد الله أحمد وعدنان ومحسن واحد قال لها وكومة وان دق علي الأخ حمدان العنزي الحين أحد المسؤولين قال ترى شفنا المقابلة ورسالتك وصلت وراح نمدد الدوام ونريح الناس الهيئة العامة للقوة. نعم. أنا أشكرهم والله على تجاوبهم السريع وهذا رسالة من رسائلنا الحمد لله. يعني اليوم الأخ أحمد الموسى وأنا أحيي أيضا جمال الدوسري أيضا المدير السابق. نعم. نقول لهم تحية وما قصرت إلا أن هذه رسالة وصلت للناس حلو وتجاوب سريع حلو. نبي المسرحية العام القادم أبو حمود وياك فنان صغير شاب جميل خالد المظفر. لا هو شاب كممثل زين بس مو جميل. جميل أطلع حفظه. نعم. شلون شايف الشغل وياه؟ ممتع وما شاء الله برز بالفترة الأخيرة. خالد يذكرني وأنا بادي ويا أبو عدنان وهالأسامي الكبيرة وأنا ما قاعد أكبر نفسي إني أنا كبير لكن كبير الله سبحانه. حلو. مجتهد. شاهين الشاهين عندي حميد بلوشي يمكن قابلته من كم يوم. ضاري الشمري مرام اليوم ويانا نور العميري أبو العباس هذه طبعا من القدامة أيوب الشطي الشيخلي إبراهيم الشيخلي ولدي سلطان مجموعة شباب ما شاء الله. يعني أنا بعد إن شاء الله ما أنسى طبعا مهندسة ديكور فاطمة قامس من البنات الكويت وكلهم ما شاء الله كويتيين. يعني أنا عندي بس سؤال حق جابر. تفضلك. جابر اشتغلت من يعني برامج متميزة اللي هي مباشرة ومسابقات. نعم. أمانة يمكن مع طارق. نعم. فطارق من الناس اللي يعني صعبة أنك أنت توقفهم مكان أو تأخذ إضاءتهم مكان. يعني هذا وايد يعني يبيلك مو كنترول يبيلك إكسترا كنترول. لا أبو محمد الأستاذ طارق العلي أنا أتعلم منه صراحة يعني هو أستاذ فنان. أبو محمد في الاستوديو صح إنه حركي. الحين بسويكم وتقولون عن الأنفول وهذا. تكلم مالك شغل فيني. أبو محمد في الاستوديو لما يكون بالفلور حركي. لا يلا يقول يعني فلور أنا وين قاعد يعني يكون في الاستوديو يعني يكون حركي يكون يفاجئك بأشياء. تفضلي. بس على الهواء إحنا. حتى على الهواء موضوعنا عن الاستقرار. بس أبو محمد فنان ذكي دقيق سريع البديهة. حلو. وهذا اللي يأمني لما أكون على الهواء معه. حلو. لما أشتغل معه على الهواء يكون أسمع صوته مع كلامك بخير بزيونه. لا المصور يقول لي أشار يقول لي يا طارق وقف قارك ما فضحني. معقول عصبي ودي والله العظيم شكله حبيب مبتسم. أنت تدري لو الحين أنتم على الهواء شنو في أبي مصور يلف في مين ليش مش قاعد يرطن عليه بالإنجليزي. شوف شوية الكادر تشيز. طبعا نعمان حسين انا اوجه له تحيه ايضا مخرج منفذ كان ويانا بطارد هليونه وسوينا اعمال طيبه. يعني لا امانه يعني انا في مخرجين يمكن يسوون الاضاءه اللي هي السوفت. نعم. اللي وين ما يتحرك المخرج الممثل او الستار يكون مأمن نفسه. ولا في مخرجين عندهم الاضاءه حلوه ومبدعه ونفس الوقت بأماكن متأكد إنه هو مغطي منطقة معينة ومطلع الإضاءة ولا تشنها هذه السوفت البيضة اللي أنا وأي أحد ثاني ما يحبها أكيد مجرب. ليش إحنا ما نحب السوفت؟ المذيعين ما يحبون السوفت. تسمحي لي بس ثواني. تفضل. هذا أنا مو عشان أمدحه حبيبي. هذا تحدينا فيه هذا شاب كويتي تحدينا فيه قناة اللي كنا نعرضها وجه لها تحية وقلنا لهم هذا أحسن من الأجنبي. يوم شافوا شغلة قالوا ما هيك والله كويس لا حلو شابه حابة وبعضهم يعني تحلشون تدري بعضهم لا شافوا هذا زين يطفشونه. قال أقعد على جنب
حلو. ينفع حلو. طبعا نعم. العديد من الانجازات والاعمال اللي قدمتها كثير، وبتكلم عن برنامج وايد مهم وخطوه حلوه. نعم. تدرين ان جابر الحربي وصل ديوان الاميري عنده برنامج اسمه المبادر. انا ادري انه هو مسك بريك من اوبريتات الدوله. لا إيه نعم. إيه صح. الوطن الى الوطن. إيه الوطن إيه. واحد من الاوبريتات الضخمه. إيه نعم. اللي تصير كل شهر 4 تقريبا. حلو. وايضا هذه الطفله اللي راح تحضن سمو الامير. سمو الامير لما راح حق العود ولمته كان بشار الاسد يطالع كذي يعني. أكيد. شون شعب شلون هذه حال يلبونه. ما شاء الله ما شاء الله جابر الحربي وصلت حتى برعايه من ديوان الاميري. إيه وانت تستاهل. راح اتكلم عن موضوع المبادر، ولكن عندنا مسابقه امام مشاهدينا عن النزهه نشوفها ونرد مره. حياكم الله مشاهدينا، رجعنا نتواصل معاكم مع فقره المسابقات والكاش من وزاره الاعلام. اليوم راح ناخذكم الى منطقه النزهه. طبعا اللي كان يعرف ان منطقه النزهه كان موجود فيها مطار الكويت حتى تاريخ 1961. راح نشوف الجمهور معانا ومعلوماته عن منطقه النزهه. مطار الكويت كان في منطقة داخل العاصمة حتى تاريخ 1961. وين هذه المنطقة؟ لا أعرف نروح العاصمة. سبحان النزهة. بالفعل النزهة هي الإجابة الصحيحة. ألف مبروك لك، هذه 50 دينار مقدمة من وزارة الإعلام. عندنا سؤال يقول: بعد التحرير مباشرة وبعد ما عاد أمير الكويت المغفور للشيخ جابر الأحمد الصباح رحمة الله عليه، سكن في بيت من بيوت النزهة، أي بيت كان؟ بيت القطان. والله ما عندي هند. الباطن. تأكد؟ إن شاء الله. أقول لك ألف مبروك، اسحب معاي 50 دينار كاش مقدم من وزارة الإعلام. منطقة النزهة واحدة من مناطق الكويت، ليش سموا النزهة بهالاسم؟ تقريبا أقرب مالها يعني النزهة كوناسة وفرحة، أو يتنزهون من هناك وما أدري بالضبط. بالفعل إجابتك صح، كانوا يذهبون للنزهة إليه عشان كذي سموها منطقة النزهة. ألف مبروك لك، 50 دينار مقدم من وزارة الإعلام. صالة أفراح موجودة في منطقة النزهة، منو بناها؟ والله ما أدري. ساعد يا شيخ. ما في اختيارات. زين. المعزل. الحساوي. تأكد؟ متأكد ان شاء الله. بالفعل مبارك الحساوي هي الإجابة الصحيحة. ألف مبروك، رحت معانا 50 دينار كاش مقدم من وزارة الإعلام. سؤالنا يقول: منطقة النزهة تقع في أي دائرة انتخابية؟ نزهة الدائرة الثانية. رابعة. ثانية بس عندي الموضوع. ثانية. عندك 50 دينار مقدم من وزارة الإعلام، ألف مبروك، إجابتك صحيحة. زين، في ثانوية بالنزهة اسمها العصماء بنت الحارث، من هي العصماء بنت الحارث؟ هل هي شاعرة أم صحابية جليلة؟ ما أدري، ما أدري الصراحة، ما أعرف. والله ما أدري صراحة. صحابية جليلة. تأكد؟ تأكد. بالفعل إجابتك صح، ألف مبروك لك، 50 دينار مقدم من وزارة الإعلام، تفضل. ألف مبروك. شكرا. بكذي وصلنا وياكم مشاهدينا إلى ختام معلوماتنا اليوم عن منطقة النزهة. عودة للزملاء أصلا محمد. عودة جديدة لكم مشاهدينا، ونتواصل مع هذا اللقاء الجميل مع ضيوفنا طارق العلي وأيضا المخرج جابر الحربي. أستاذ جابر، توقفنا عند برنامج المبادر وهو برعاية جميلة من الديوان الأميري، كلمنا عن هذا البرنامج. المبادر فكرته برنامج صناعي، مجموعة مبادرين 40 شخص قدموا، وصل للنهائي 8 أشخاص. أختصر الموضوع بس أنه برعاية من ديوان الأميري وقطاع النفط بالكويت كله يعني. يعني ما بأذكر قطاع معين. كان منتج منفذ تلفزيون دولة الكويت، وأوجه كلمة شكر لمعالي وزير الإعلام
الشيخ سلمان بن صباح والنعم وهم طبعا طارق المزن وطارق المزن وكيل وزاره ويستاهل يوسف مصطفى على اهتمامهم في الموضوع وتبنيهم انه هو منتج منفذ شركه المستقبل الاخ ابرار المسعود المنتج الفني محمد حموده. الموضوع جدا حلو، كونسبت حلو، يدعم الشباب، يدعم شباب قطاعات كبيره من الدوله معاهم، فاللي يفوز راح يعطونا تمويل نبلغ بمئات الآلاف، أرض صناعية يسوون له المصنع اللي يبيه، فثلاثة اللي فازوا راح يحصلوا على كل الأمور اللي يقولون دعم لـ400,000 دينار. إيه 400,000 دينار وممكن أكثر يعني. سمو الأميري معانا والديوان الأميري والإخوان كل الجهات اللي راعية. حلو العمل وايد حلو يعني إن شاء الله 1/9 راح يكون وقت العرض في تلفزيون دولة الكويت وفي أشياء تصورت خارج الكويت. بروفيشنال خارج الكويت ما شاء الله. أنا بقول المعلومة إنه هو ما شاء الله وصل للأمم المتحدة. إيه؟ يعني انت مخرج عالمي. الله يسلمك. يستاهل. شنو الامم المتحده؟ قول حق العالم. الامم المتحده في 2004 الكويت كان لها احتفاليه في مبنى الامم المتحده، فخذينا فرقه التلفزيون اوركسترا وكان لنا السبق ان اول عمل لايف ينقل من ستيج ما شاء الله. الامم المتحده. بس في احد الاعمال انا ما ادري شنو اسمه بالضبط، ان حظي بدعم من سمو ولي عهد ابو ظبي. ابو ظبي. نعم الشيخ محمد بن زايد بن خالد الله يحفظه. وجه له تحيه سمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ حمد بن زايد. نعم. وشركة بداية وكل الإخوان اللي قائمين على افتح يا سمسم الحين. افتح يا سمسم الجديد. افتح قلبك. فبصراحة يعني أنا أوجه لهم تحية كبيرة كل الإخوان في حكومة أبو ظبي والإخوان اللي قدموا العمل هناك، راح يقدمون شيء للطفل الخليجي الطفل العربي اللي إحنا مفتقدينه. الحمد لله. الجيل الجديد مفتقده، فإن شاء الله 14/9 مع بداية أول يوم دراسي راح الكل يشاهد العمل. حلو حلو أبو حمود، تناجرت ويا جابر الحربي. اي اكيد. اي ايش اتناجر وياه ان ساعه يقطعنا مي طبعا يكون مشغول. ذاك اليوم عصبت عليه صدق، دشيت نوجه تحيه حق ديوانيه البارود. نعم فيهم. اي كيفان دشيت ولقيته. دشيت ولا شفت محمد. محمد صبر قبل ضحكوا الديوانيه. لا والله ترى من زمان ما يانا. قلت خلنا لا ولا تحاكيني ولا دلنت. لا كان يقول زين خلاص انا راضيك تعال تفطر عندي. طبعا انا لا تقول لي تعال تفطر اي ساعه خلاص. بس انا شرف جيت علشان والدته الله يطول عمرها والده واخوانه خوشي. الحين احنا تفطرنا عنده بالبيت امس بالسياره بالبيت اسف، واحنا نتسحر انا ومحمود. شو تقول لي حلو هالبيت جابر يا حول امه وابو ولا الله من طيبكم يا محمد من طيبكم يا حلو جابر. شوف الدرابه شنو متلاقي. نعم تقول ليش ما تتعلم منه؟ اوه لا لا شنو؟ تقول لا يعني غصن داري شوف شو الدرب انت كله معصب انا بالبيت عصبي السوالف الشياب يبوا هذا يبوا. لا لا ما تقدر تروح تسكنين بيتهم. قلت والله صراحه يودد جابر ما شفتيه بالشغل كان. لا هو صج عاد جابر كله شيء كيوت يعني موتر ذرب انا تاكسي. لا هو غير حبيبي حبيبي انا والله. لا بس ما تهاوش. عندي سؤال كنت سالتك اياه، قلت لك محمد ما تغار. شفتي وجهي انا كلك حلا ابو. لا اي واضح انه ما حد بيطالعني. لا شوف احنا حريمنا جزاهم الله خير يعني يتحملون ويدقون عليها ناس وهذا ومجالنا مجال عود، لكن المراه يعني دائما حريم الفنانين خلاص تهد الرجل وتجاب البيتها يعني حتى ان عارفه واضغه ان رجلها ما بيطالع مني ولا طالع. بعدين حتى الحرمه الحين يمكن انت اهم مراه تقول بعض الحريم عندهم مبدا الرجال يلف يلف وين بيرد برد بيته اكيد بلا شك. اكيد صاد بس هالحلو اكيد من ام محمد. والله لا اوجه لها تحيه. إيه منو جايبه؟ لا هذا والله الأمانة ام محمد جابت لكم انا جابت. هذا من اخونا رائد شاي الضحى عندهم شاي الضحى. إيه ها فقال ود حق البرنامج وايد حلو الحلو. يعطيهم الف عافيه ومشكورين على شاي الضحى. مشكورين نونا سويت بعد نونا سويت وليا سويت. نعم. على يعني الحلو ليا صح قدموا ما قصروا. اي نوجه لهم تحيه اكرمكم الله وما قصرتوا وشكله يشوق. وطارق ركض راح تاخذ واحد ومحمد. ايوه والله انا عاد حساويه نضرب على التمر ترى باخر بس عاد انا شوف السوالف هذه هذا راح تاخذونه وياكم. بالعافيه عليك. كل الشكر لمتابعينا في هذه الغبقه الجميله مع فنانين الجميلين طارق العلي وايضا جابر الحربي وايضا الختام عند زميلتي حصه. انا طبعا اشكركم واشكر محمد وسعود واشكر طبعا مشاعر المطوع الازياء الحلوه وروان الكيبي وعبير على الشعر. نشوفكم ان شاء الله باكر في غبقه رمضانيه. شكرا ونشوفكم باكر
قبل هالوقت بساعة نطرونا عبر شاشة التلفزيون الكويت. تصبحون على خير.